الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض تقرير قدمته وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين قباج عن خطة وجهود تجهيز أماكن العزل الطبي بالتنسيق مع وزارات الصحة والتعليم العالي والشباب والرياضة، واللي عرض الأماكن اللي تم الانتهاء من تجهيزها والأماكن أيضا اللي بيتم تجهيزها دلوقتي. وضحت الوزيرة أنه المقرات بتتجهز في مدن جامعية ومراكز شباب وغيرها لاستقبال حالات إيجابية تعالج من فيروس كورونا، والحالات اللي تكون لا تعاني من أعراض شديدة. وضحت أنه التجهيزات دي بتضم المفروشات، المراتب، المستلزمات الشخصية، وأيضا القدرة على توفير 3 وجبات يومية ومياه معدنية وشاشات تلفزيون وغيرها من مستلزمات المعيشة. أكدت كمان الوزارة أنها بتساهم في تغذية القرى المعزولة بالتنسيق مع المحافظين. الأماكن ومقرات العزل الجاهزة تقرير مهم جدا نشوفه، ونشوف كمان بعد ما نتفرج عليه مع بعض نشوف المغزى من هذه الرسالة. في بعض الناس لما بتشوف الصور دي بتقول ليه هو احنا مش تمام؟ مش قلنا ان احنا هنرجع اشغالنا ونخلي بالنا؟ من فضلكم ارجوكم، احنا مش عايزين ابدا فكره عوده الحياه لطبيعتها بشكل نسبي في الشغل تنسينا اننا ما زلنا بنواجه وباء. تصريحات الحكومه الرسميه اللي بتقول اننا بنجهز مقرات عزل تدينا رسالتين. الرساله الاولى الخطوات الاستباقيه اللي ان شاء الله وبكل يعني ايمان ويقين ورهان على وعي الناس ان شاء الله ما نحتاج لهاش، لكن دي خطوه استباقيه محترمه جدا من الحكومه المصريه. لكن كمان بتقول لنا رساله تانية أنه ما زلنا في قلب الخطر وما زال الوباء في منحنى المتصاعد، وأنه احتمال كبير جدا أنه الإصابة تكون بتقترب منك، فأي تهاون دلوقتي بيكلفنا كتير جدا من أشغالنا ومن أرواح ناس بنحبهم، ولسه الكلام اللي بنقوله عن أنه حشتنا حياتنا الطبيعية يكلفنا كمان وقت طويل في العودة للحياة زي ما كانت. الخبر وتجهيز المقرات رسالة مهمة جدا للمصريين. امبارح كمان كانت واحدة من المتابعات المهمة لكل الإجراءات الاحترازية، واللي بتقول لنا أنه لا احنا الأمور لسه على أشدها والاستعدادات والإجراءات الاحترازية لسه بتقام بكل تركيز.